لأن الرافضة يقولون الخليفة بعد رسول الله هو علي وهو الوصي، وأن الصحابة ظلموه، الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة، ويلعنون أبا بكر وعمر ويسمونهما صنمي قريش، فهذا لا شك أنه ضلال وكفر ومخالفة للإجماع. فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي.